طبعا كنت قاعد في البيت طفشان، راح نفسي في مويه زمزم، على طول اخذت بعضي وجيت الحرم، جيت كعابي طبعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، ومرحبا بكم في موضوع جديد. واحد الموضوع شفته ما فهمت منه والو، ما فهمتش المغزى ولا المعنى من هذا القصد. هذا الموضوع موجود في كتاب الاجتماعيات للقسم الخامس من الابتدائي، يعني الشهاده. الموضوع هو زواج القصير. قال لك سيدي: وانتزعت عائشه من بين لعابها وسلمت الى رجل ينتمي لقبيله والدها، لم تلتقي به الا امام القاضي الذي ابرم عقد زواجهما. وافق علال بان يزوج طفلته لصديقه رغم انها تصغره ب 28 عام، اذ يقول ان عادت قبيلته لا ترى البنت الا في بيت زوجها كيفما كان سنها. كيف شفنا اخواني اخواتي، يعني شنو كيعنيو بهذا الموضوع، وشكون هي عائشه اللي كيتكلموا عليها، والسيده عائشه رضي الله عنها اش راكم؟ ما فهمتش انا شنو كتعني، واش نتوما ملحدين ولا نصارى ولا مشركين ولا مبشرين ولا هاد النقطه راه كيتطرقوا لها غير الملحدين والنصارى، يعني تيبغيو يعايروا بها المسلمين، ولكن خطا، لان الانسان خصو يفهم راه هذيك وقعت 1400 سنه، يعني 1400 راه تقريبا 1500 سنه. واش داك الساعه ما كانوا مشركين، ما كانوا ملحدين، ما كانوا كفار اللي غيعارضوا على هذه القضيه، واللي ما تكلم عليها حتى شي حد الا في هذا القرن هذا؟ يعني ما فهمتش انا شنو كتعني، وشكون هو علال؟ ابي بكر الصديق ولا علال؟ وشنو كتعلموا لهاد الدراري؟ يعني شنو اش غيتعلم بهذه القصه؟ اش غيستافد من هذه القصه؟ وشنو كتعنيو بها عائشه انتزعت من بين لعابها؟ لو تهزات من الماكسيكوزي ديالها ولا من المهد ديالها، اش تخربقوه؟ الا كان امهاتنا في الربعينات تزوجوا على 14 و12 و13 العام، تخليتي لهذه 1400 سنه للوراء، يعني كانت خطبتها 6 سنين ولا تزوجته 9 سنين، و9 سنين هذه 1400 سنه هي تقول دابا 16 ولا 17 ولا 18 سنه. الناس يعني وقت اخر وحضاره اخرى و اجسام اخرى، ماشي هي ديال هاد المسخين ديال دابا. قالوا اذا فهمتي لا، هاد الموضوع لا علاقه له من الاعراب ولا، يعني موضوع تافه. شنو كتعنيو به؟ ما فهمتش انا شنو المعنى من هاد الموضوع زواج القاصرات. راه دابا راه المغرب عندنا، سير دخل المغرب اللي ما معروفش ولا المغرب اللي ما محطوطش على الخريطه وشوف الناس فوقاش يتزوجوا تماك، يعني عيب وعار باش تطرقوا لهذا الموضوع بهذا الشكل هذا. قسما بالله ما نعرف فين غادي اش غتردوا داك الدوله، تنقولوا راه شويه مسلمه وشويه ما مسلماش، انتم باغيين تكفروها باغيين تلحدوها. يعني الانسان اللي كيطعن ولا اللي كينتقد شي موضوع مثلا، واش راه غادي يرشدك للطريق الصواب؟ لا، راه تيبغي يردو، تيبغي يردك غير بحالو، يعني تولي ملحد مشرك. هذا هو علاش هاد الناس كتنتقد هاد المواضيع، وهما لا علم لهم بها وما عارفينش اشرا في ذاك الوقت ولا كيفاش كانت القصه، العلم لله. وهذه حرب على الاسلام كيف كنقولوا المسلمين من قديم. اجيو نشوفوا غير بما يسمى السعوديه حاليا، اثار المسلمين يعني اكثر من 300 اثار، يعني 95% من اثار المسلمين كلها تدمرات في ذاك الارض. نشوفوا غير البيت اللي خلق فيه سيد الامه صلى الله على الحبيب وسلم. بغيتوا تعرفوا شنو صرا بداك البيت؟ تفضلوا. قليل منا او الا من رحم الله كيعرف اش كان فيها قبل ما تكون مكتبه. هذا احبتي الكرام هو بيت ومنزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بيت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول، يعني البيت اللي نزل فيه الوحي على الرسول بعد ما تم اكتشافه. I want you to just take a look at the discovery of the house of the prophet. This room is where our prophet with سيدة خديجة used to live. This room is where all the children were born including السيدة فاطمة الزهراء. كيف شفنا يعني بعد ما تم اكتشافه كيتم تدميره
وتيخلو عليه القطران والبنزين والبوطون وكيبنيو فوق منه مراحد للنساء. اللهم من هذا منكر. المبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة، حمام عام. صعب أن أقولها بس للأسف، نعم للأسف. تبني فوق بيت الرسول وزوجة مراحد للنساء، يعني شهد الاستهزاء وشهد كيف قالوا شهد حشية الهضرة. أما بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه تبنى فوق منه فندق أوتيل هيلتون، يعني ولا جينا وركزوا وشوفوا في هذه الساعة هذاك الهلال اللي فوق الساعة، يعني هذاك الهلال ماشي الهلال اللي كنعرفه، لا هذو قرون الشيطان. لأن مول هذا الأوتيل هيلتون، هيلتون يعني ماسوني من الماسونيين الكبار في العالم، يعني القضية باينة. شفتوا فينا وصلنا بهذا الكفر، استغفر الله العلي العظيم. وكذلك بيوت الصحابة ولا قبور الصحابة، يعني ما خلوا منهم حتى بيت ولا حتى قبر. كنا كل سنة نحج نشوفهم هادمين أثر من الأثار، مرة بستان سلمان، مرة بيت أبو أيوب الأنصاري، مرة المساجد اللي على الخندق، مرة التلة اللي كانت أمام جبل أحد مع معركة أحد، مرة قبور أهل بدر تم الحلامات اللي عليها. فهذه كلها أثار، لو كان فيها ما تركوها المسلمين اللي قبلهم، كان هدموها. إبقاهم عليها 12 13 14 قرن دليل على أن ليس فيها. والحمد لله اللي العباية ديال أمنا فاطمة الزهراء وسيف الرسول يعني والعمامة دياله والنعل دياله والبصمة اللي بقات درجله اللي بقات على الحجر، الحمد لله اللي بقات هاد يعني بقات هاد الآثار موجودة في هاد المتحف اللي هو متحف الباب العالي بتركيا. ما العلم لله وكرادو بو سيف الرسول خرجوا منه خواتم والتبقي ما نعرف شنو يديروا به. أما بني قريظة فبعد ما يعني دمروا أثار المسلمين كلها، ولكن بقاو على الأثار ديالهم وديال جدودهم، وهو متحف الملك المؤسس، يعني بقاو بعض الملابس والحاجيات ديالو عاملينها في متحف، وكذلك متحف لبعض الأصنام اللي تم العثور عليها ولا تم اكتشافها مؤخرا تهي تعمل لها متحف. وكذلك كيتم ترميم البيت لورانس العرب الجاسوس لورانس، كيتم ترميمه باش يخليوه متحف للزائرين. والمصيبة الكبيرة تنقول لكم هذوك راهم بني قريظة ولا بني النضير. وعلى ذكر بني النضير، كان فوق الرسول صلى الله عليه وسلم واحد اليهودي اللي الاسم ديالو كعب بن الأشرف، يعني زعيم يهودي ديال قبيلة بني النضير. وهذا الشخص يعني كان كاره للإسلام والمسلمين وديما كانت يحارب النبي، ولكن الأجلف كانت يحتمي في واحد الحصن ديالو ولا قلعة. وكيف قلت بني النضير مازال متهلين في الأثار ديال جدودهم، وهو البقاء على هذا الحصن محمي من وزارة الأثار، وكذلك معمول له سياج ومعمولة عليه حراسة. وأثارنا الإسلامية كيف كتشوفوا كلها تدمرات، كيف قلت بنسبة 95%، يعني عندك 5% راه هي قبر ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة، ما التباقي كله مشى. يعني كل ما كانش الناس كتمشي الحج بيت الله الحرام، يعني ملايين 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 الدراهم كتدخل، راه العلم لله كرما لقاو لا قبر الرسول ولا المسجد ديالو. وكذلك الكعبة وكان وقيلة تقلبت، استغفر الله العلي العظيم، مشي ديسكوتيك ولا شوف. هانتوما كيف كتشوفوا الحال، كيف ولات في هذاك الارض المقدسه وكيف ولا الحال فيها. بالله على كل حال، طبعا كنت قاعد في البيت طفشان، راح نفسي في مويه زمزم، على طول اخذت بعضي وجيت الحرم، جيت كعابي طبعا، وقابلت العيال كمان، انبسطت ربي يسعدهم يا رب، وراجع كعابي مره ثانيه البيت. الفضاوه مشكله، قصدي الشغل يعني كل شيء ولا مسموح فيها. استغفر الله العظيم لي ولكم. واش غادي نقول لكم، نطلب الله نستفدوا من هذا الموضوع وحتى الموضوع ولا القصة الجاية. استودعكم الله والسلام عليكم.